السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعكم بخير. النهارده هنحكي لاولادنا عن غزوه من غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هي غزوه بدر. غزوه بدر عندما هاجر المسلمون الى المدينه تركوا اموالهم وديارهم في مكه فاخذها المشركون. وفي السنه الثانيه من الهجره علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هناك قافله تجاريه تخص اهل مكه قادمه من الشام، فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يخرجوا للاستيلاء على هذه القافلة عوضا عما استولى عليه مشركو مكة من أموال المهاجرين. فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي 317 صحابيا ليس معهم غير فرسين و70 من الإبل، تمام؟ خرجوا عشان ياخدوا حاجات القافلة دي زي ما هم المشركون أخدوا أموالهم وبيوتهم بعد ما هاجروا. علم قائد القافلة أبو سفيان ابن حرب أن المسلمين يريدون الاستيلاء على القافلة، فأرسل إلى أهل مكة يطلب منهم القدوم بسرعة لإنقاذ القافلة، ثم اتخذ طريقا آخر لينجو بالقافلة. اتكلم اهل مكة عشان يجوا ينقذوه، وراح هو حاول ياخد طريق تاني بالقافلة عشان ينقذها من ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام هو والصحابة ياخدوها. جهز المشركون جيشا ضخما يتكون من 1000 مقاتل معهم 200 فرس وتوجهوا الى المدينة، لكن ابا سفيان بن حرب أرسل لهم يخبرهم أن القافلة نجت ولا داعي للقتال، لكن أبا جهل رفض الرجوع وأصر على القتال. هو بعت لهم أن القافلة خلاص عدت ومفيش داعي للقتال، لكن أبو جهل أصر على القتال. استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال بعضهم: أمضي يا رسول الله لما أمرك الله به، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك. فصر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى القتال. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صار وتوجه إلى القتال، ونزل الجيشين عند آبار تسمى آبار بدر. فأشار الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يردم جميع الآبار عدا بئر واحد، ويعسكر حوله المسلمون ويمنعون الماء عن المشركين. فقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. وفي يوم 17 من رمضان توجه الجيشان، فانقض المسلمون على المشركين بشجاعة نادرة، فقتلوا منهم يومئذ 70 وأسروا 70، وقتلوا قائدهم أبا جهل، وقتل أيضا عتبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة، وهم من زعماء المشركين. وتفرق جيش المشركين وعادوا إلى مكة مهزومين، وعاد جيش المسلمين إلى المدينة فرحين بالنصر. وقد سميت هذه الغزوة باسم غزوة بدر أو غزوة الفرقان، تمام؟ نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد ونحكي قصة جديدة. مع السلامة.